تعقيبا على هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد المحلل السياسي سامر الساعدي. أهلا بك أستاذ سامر على شاشة اليوم. إذا تمديد المهل من قبل المتظاهرين للطبقة السياسية الحاكمة في العراق لإتمام مطالبهم، هل من شأن ذلك أن يؤثر أو ينعكس سلبا أم إيجابا على الحراك العراقي القائم منذ أشهر باعتباره ورقة ضغط شعبية على تلك الطبقة التي لا تبدي استجابة حقيقية حتى اللحظة لمطالبهم أستاذ سامر؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى مشاهديكم. وعليكم كما ذكرت، أعتقد يعني الحراك الشعبي هو حق دستوري كفلو دستور، واستخدام العنف من اتجاه القوات الأمنية لقمع هذه المتظاهرات شيء مرفوض. كل العشائر العراقية وكل الشباب المستقبل يرفضون العنف ضد قمع هذه المظاهرات. هذه المظاهرات يعني حقيقية قانونية، تمثل إرادة الشعب، تمثل تقديم خدمات، تمثل إصلاح في النظام السياسي الثالث منذ تقريبا عام 2005 أول حكومة منتخبة ولحد الآن. أنا أعتقد أنه هذا الحراك الشعبي لو تم طمره أعتقد أنه القوة السياسية والنظام السياسي سوف يقوى ويكبح عجلة الثوار أو المواطنين بشكل عام، وينسون موضوع الخدمات وموضوع تقديم آليات حقيقية لتغيير المسار في الحكومة القادمة. كذلك موضوع الحكومة القادمة في الأيام المقبلة، أنا أعتقد ممكن إيجاد شخصية مناسبة لرضاء المظاهرات ومن جانب آخر وإرضاء القوى السياسية المشاركة بالعملية السياسية من جانب آخر. احتمال الرهان يكون من الحراك الشعبي أقوى من القوى السياسية، باعتبار القوى السياسية أنا أعتقد الآن ممكن أن تكون فقدت شرعيتها من قبل المواطنين، وكذلك حتى من الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية. أعتقد أن 16 دولة أوروبية أقدموا على أن هذه الحكومة لا تمثل الإنسانية، فهذا أعتقد موضوع طويل الجدال. لكن من ناحية أخرى نرجع إلى المرجعية الشريفة التي قالت التسويف والمواطنة وعدم ولكن في البحث عن أسباب هذا التسويف من قبل الحكومة العراقية أستاذ سامر، لو سمحت لي، البعض يسأل هنا ما هو المقياس الذي تقيس عليه هذه الحكومة مدى جدية الشارع العراقي في تنفيذ وعيده من منع أعضاء البرلمان للوصول إليه وقطع الطرقات؟ لماذا لا تختصر الطريق وتبدأ بحلحلة الأمور وتنفيذ خطوات عملية على الأرض يراها الشارع؟ نعم، اعتقد سيدتي العزيزة يعني الكل يعرف ان البرلمان دائما يمثل ارادة الشعب الحقيقي، والحكم الديمقراطي هو الشعب مصدر السلطات. لكن حقيقة المسألة في العراق تختلف اختلاف جذريا عن ما يدور في برلمانات العالم مثل البرلمان الاوروبي. المشكلة هنا ليس في البرلمان وليس في قوانين البرلمانية، ممكن تعديل في بعض فقرات البرلمان، لكن المشكلة في الادارة والمهنية اللي يتبعها اعضاء البرلمان اللي يتمرون بأمر رئيس الكتلة أو رئيس السيارة. أنا أعتقد هذه المشكلة المهنية ومشكلة الإدارة التي لحد الآن لم تبدي ممكن السياسات الداخلية، شأن الداخلي وشأن الخارجي. المادة 78 كفلت لرئيس الوزراء أن يستخدم المادة 78 دستورية لتمكين السياسات الداخلية والخارجية، وحتى المتغيرات اللي ممكن أن تؤخذ في بعديها العام والخاص، المتغيرات في البلد ممكن تصل الى 80% لحد خطط وحل ازمات هذه المتغيرات وتقديم خدمة. لحد الان كلها حلول ترقيعيه، حلول غير واقعيه بالنسبه للمواطنين. لحد الان لم نشهد حلول جاده، تغييرات وزاريه، تمثيل حقيقي للشباب المستقبل، فقط بعض الاحزاب المتسلطه، بعض الاحزاب الفئويه الحزبيه المتسلطه في قرارات البلد، في همومه، في حتى ممكن على ان الموازنه قوت العراقيين لحد الان مجهول، لحد الان لم يعلم هذه اموال النفط واستيراداتها والتصدير والمقاولات وحتى الشان الاقتصادي. انا اعتقد البعد الجغرافي اللي شكل العراق لحد الان هو يتمتع بثلاث خصال، الا وهو الموقع الجغرافي، الموقع الديمغرافي، العامل الاقتصادي. لحد الان الحكومه الحاليه والحكومات المتعاقبه
لحد الان لم تستغنى. وضحت وربما ستثبت الايام القادمه استاذ سامر مدى جديه بالمقابله الحكومه لتنفيذ هذه المطالب المشروعه للشعب العراقي. انا اشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي سامر الساعدي، حدثنا مباشره من بغداد.